انظري إلى حديقة ورودك الفارغة. أقبل الشتاء بريح عاتية، ومات اخضرار اللون وبياض الزهر. الجمال غادر المكان، وذبلت الورود في شتائي القاسي. حديقتي الجميلة تحولت إلى مقبرة، وقصري الكبير إلى زنزانة مظلمة. في هذا الشتاء الذي أتى باكراً، كل الحسنوات قررنا الرحيل. كل الجميلات سيهربن إلى منازلهن الدافئة بعيداً عن حديقة الباردة. متى ستعود ضفائر الحسنوات للرقص بين زهوري؟ متى ستحملن لي عبق الربيع الذي طال انتظاره؟ أنا الطفلة الكبيرة التي أضاعت عمرها في البحث عن الربيع، وضحكت لكل شتاءاتها بفارغ الصبر. كنت أعتق السعادة في جرار الانتظار، وحين ظننت أنها امتلأت من رحيق السنين، همس لي القدر الأحمق بأن جرارك مكسورة وسعادتك دفنت في التراب، ولا مفر لك من اللحاق بها. سلطان، طمنيني عن أمرائي. ليلي صاير شي معهم؟ لا، أمرائنا بخير الحمد لله، بس وضع أحفادكم الأمراء. شو وضعهم أحفادي؟ للأسف يا سلطان، ما في ملامح للشفاء أبدا، وحالتهم لسه عم تسوء أكتر. ما
مولاي، ربنا اختار الأمراء ليكونوا ملائكة بالجنة، البقية بحياتكم. الموت ملاحقني دائما، مرة بياخد مني أخي ومرة مرة بياخد مني ولادي، دائما ورا ظهره مخبي سيف، وكل ما أفكر إني قاوم بياخد قطعة من روحي وبيقعد على صدري وكأنه نسر جوعان، وبصير يأكل وينهش بلحمي، وأنا مو قدران إني قاومه أبدا. أنا عم موت، أنا عم تطلع روحي. مراد! مولاي شو صار؟ مراد! سلطانة! سلطانة! مراد حبيبي، تعالوا ورا الحكمة بسرعة! وين الحكمة؟ قومي يا روحي. مراد يا عمري. سلطانة! مراد بسرعة! مراد فهميني شو بابني. سلطانة، الظاهر إنه مولانا انصاب بالوباء، مشان هيك لازم نعزله فورا بلا ما ينتقل الوباء لكل القصر. عمتي عتيقة، إخواتي الأمراء سليم وسليمان لوين راحوا؟ إخواتك الأمراء طلعوا على الجنة لعند رب العالمين يا عمري، ومبسوطين فيها، وهلأ هنن عم يشوفوك. بابا كمان مريض، بده يموت مثلهم، وأنا وقت رح أبقى لحالي. لا يا روح عم تطمني، بابا مستحيل إنه يتركك، ورح يضل معك دائما. صح يا مدام؟ طبعا يا سلطانة، مولانا هلأ مريض بس هو عم بيتعالج، وأكيد رح ترجعي تشوفيه. أنت بس ادعي له لحتى يشفى، ادعي له. تعي حبيبتي، تعي لعندي. شو عم تعمل؟ تفضل معي لو سمحت. يعني صحيح انه في علامات وباء، بس لهلا لسان مولانا ما اسود والنبض ما فيه تسارع. يعني يا رئيس الحكمة، انا مو متأكد انه مولانا السلطان مصاب بالوباء. ياسر أفندي، طالما مو متأكد جاوبني لكان، شو سبب النزيف
وسبب الباعة المنتشرة بجسمه والحرارة العالية هي؟ ما بعرف، بركي مرض تاني ما بنعرفه. إذا الأمراء الصغار توفوا بسبب هذا الوباء، فشو رح يكون هذا المرض؟ سلطانة، كل شر بيكون في وراء خير، والخير بهذا الشر انك ما اضطريت تحاربي ابنك السلطان وتنزلي عن العرش بالقوة والغصب. هاي بلاوي قل بهار، هلأ فهمت المخطط تبعها. تصيب أحفادي بالوباء ومن بعدها تجرنا كلنا على الموت. الحق علي اللي ما قتلته من الأول. لا تلومي حالك يا سلطانة، ما حدا كان متوقع أنه توصل لهي المرحلة. بعدين هلأ مو وقت الندم والحسرة، هلأ وقت التصرف بحكمة وحزم، لأنه الوضع متوتر شوي. الأهالي عرفوا أن السلطان مراد صابوا الوباء، الانكشاريين والفرسان عم يتململوا، والعاصمة كلها عم تغلي. لهيك لازم نتدخل بسرعة يا سلطانة. صحيح، الناس والعسكر المفروض يحسوا بالثقة، لهيك بكرة قررت أني روح أنا والأمراء على المعسكر. أعطي خبر لأركان الدولة والديوان، ضروري الكل يعرف. إذا ربنا أخذ أمانته، الأمير قاسم رح يصعد على العرش. أمرك يا سلطانة. سلطانة، مواساتي الوحيدة بهالمحنة هي إنه حضرتك ما انصبتي بالوباء. سامحني يا باشا، أنا كان لازم أمنع المرحومة تطلع من البيت. أنا مسامحك بس ما رح سامح نفسي يا يعقوب. أنا المذنب، كان المفروض أخذها ونروح من هون على مكان بعيد عن كل الناس ونعيش سوا مبسوطين. بس من وراء انتقام لابنه ضحت بروحه وبكل شيء، واللي قاهرني بالموضوع اني كنت شاهد على موتها وما قدرت، ما قدرت اعمل شيء ابدا. بس دمه ما رح يروح هدر، السلطان مراد اكيد رح يكون نصيبه الموت مثل ولاده. هو رح يموت بكل الأحوال، بس السؤال موت مراد بشو بده يفيدنا؟ ما بعرف. كيف يا باشا؟ ليش مو هذا كان هدفنا أساساً؟ هدفنا كان نقل الوباء لكل الناس اللي موجودين بالقصر ويموتوا. قسم ولادة لساتهم عايشين لهلأ، وبهيك حالة موت السلطان مراد رح يكون في ضرر لقلنا ويفيدها، لأن رح تطالع قاسم على العرش وترجع قوتها تكبر. وقتها يا يعقوب بتكون السلطانة قول بهار ماتت على الفاضي، وأنا هذا الشيء اللي مستحيل أقبل فيه أبداً. خير يا باشا؟
السلطانة ليش طلبتنا على المعسكر؟ الله يحمي مولانا، يا خوف يكون متوفي وعم يخبوا عنا الموضوع. مولانا لساته عايش، بس الظاهر في ناس قطعوا الأمل وناطرين خبر وفاة مولانا بفارغ الصبر. هذا الوباء قاتل، وبالنهاية ما بيصير غير اللي ربنا كاتبه. لهيك السلطانة الأم أخذت احتياطاتها لحماية الدولة والسلالة الحاكمة. بس أنت يا يوسف باشا لسه لهلأ عم يمشي بعروقك الدم الفارسي، وصعب عليك تشوف الأمور مثلنا. صحيح أنه أنا كنت أمير فارسي، بس مخلص للسلطان أكتر من كل الموجودين يا باشا. أنا ماني رايح، ورح ضل جنب مولانا السلطان لحتى يشفع الآخر. نفوت لجوا إذا بردت. قوم. سلطانة؟ في شي خبر عن أخونا؟ كيف الوضع طمنينا؟ الحكمة عم بيقولوا ما في أمل منه. يعني مراد رح يموت أمي؟ بكرة رايحين على المعسكر، نحن رح نطلع قدام العسكر ورجال الدولة، لازم يشوفوكن لنسكت الإشاعات، وهيك ما منترك مجال لأي تمرد محتمل. أنا جاهز يا أمي، ورح أكون قد المسؤولية وهالحمل. طيب ليش هالعجلة؟ بلكي أخونا تحسن، وقتها ممكن كتير يخلص علينا. إبراهيم، مو سهل نتقبل الموضوع، بس لازم نواجهه. والله العظيم ما كان بدي مراد يوصل لهيك مصير، ولا حتى خطرت على بالي الفكرة. مراد قطعة مني، مراد ابني، بس شو طالع بالإيد؟ هالوباء ما في نجاة منه بنوب. باشا. يا سر أفندي، أنا جبت لك كل المعلومات المتعلقة بمرض مولانا يا باشا. طيب شو مكتوب؟ أنا ما فهمت بصراحة، القصة معقدة شوي. بدون مقدمات يا سر أفندي، الموضوع هاد متعلق بصحة مولانا، فلا تلف وتدور. لأكون صريح معك، أنا شاكك بتشخيص المرض يا باشا، وأنا قلت لرئيس الحكمة، بس للأسف غروره الكبير عمى على عيونه وما اهتم لكلامي بنوب. اللي بيشو شاكك إنه مولانا مو مريض؟ مولانا أكيد مريض، بس مو منصاب بالوباء، مريض بشي تاني. متأكد ياسر أفندي؟